يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كان هناك عمال يشتغلون في منزل في رمضان، فطلبوا من صاحب المنزل أن يحضر لهم الأكل في نهار رمضان فأحضره لهم، فهل يكون آثما بذلك؟ وما هي الكفارة بالنسبة له؟ هل هم مسلمون أو كفار؟ إذا كانوا مسلمين هذا منكر ولا يجوز له، لا يجوز له هذا العمل، وإن كانوا كفارا فلا يظهرون الأكل في بلاد المسلمين، إذا راحوا بيتهم أو المسكنهم يأكلون، أما أن يظهروه في خارج بيتهم وخارج مسكنهم هذا لا يجوز، فهو أخطأ في هذا، عليه يتوب إلى الله عز وجل. نعم.